صحة شيبتكم وربي يتقبل صيامكم، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديثنا قياس. حديثنا الليلة مش يكون إن شاء الله على الحما والكنة، وما أدراكم من الحما والكنة. وهذا موضوع طويل وعريض، كتبت فيه الكتب وتعملت عليه الأفلام والدراسات، وزيد الماء زيد الدقيق، والوضعية في بعض العائلات بسبب توتر العلاقات بين الحما والكنة وصلت حتى للطلاق، وصلوا لنقطة اللا عودة. وبصفة عامة ديما تظهر الحماد في الإعلام والمسلسلات هي المرأة الخايبة المتسلطة الحاكمة بأحكامها والمسيطرة على أولادها، العاملة بعمايلها، ومسكينة الكنة اللي تحب تدافع على روحها وإلا تقف في طريقها، تاكل مكلات قبل نهار العيد وتوصل تروح لدار بوها. الشيء اللي خلى المقبلين على الزواج سواء من الرجال وإلا الفتيات في مخهم انهم داخلين على حرب داحس والغبراء مع حماواتهم، وساعات الحرب هذه بين الحما والكنة تبدا تتحضر من بكري حتى من قبل العرس والخطبه، كيما في حكايتنا لليله. خلينا نتفرجوا عليها ونرجعوا من بعد ونكملوا حديثنا. عسلامة بنتي. تقولي نسمع في الحس إخ شكون جبت معاه؟ تي صاحبتي مسالش ماما تغشش. بعد ما جبتهم مسالش ماما تغشش. أي يلا مرحبا بيهم. يعيشك ماما. ترى طول معايا من ورا الباب شوف ترى. توكا يظهروا تبارك الله عليهم. تي ماني حبيت نقلك ولدك راهو عجبته واحدة منهم وباغامون يوي عليها للماخذة. ترى شوف ترى طلع حاشي. خليني نشوف ذوق كيما ذوق ولدك ولا. تعرفش كيفاش برمشي انت يدخل بحذاهم وانا تو نحضر لكم حاجه تشربوها ونجي ونقعد بحذاكم ونقول لك انا هي اللي ناوي عليها ولدي. اوكي ما عايشك. عايش بنتي. بلا سخانه ولا هي شفتي وخيتي ربي يعطينا القوه في السخانه. سالو شنو حوالك؟ لاباس عليكم احوالك؟ تمام الحمد لله لاباس الحمد لله. قولي شنو عامله في القرايه انت يا طفله؟ كي عادت عم بقرايه. ربي معك يا عزيزتي. عايشك. اش مازلت لها؟ اش هاك بتكمل؟ هذيا لازم تخلص عليها مبروك عادو. هيا مرحبا بيكم. زهرتنا البركه. شنو احوالكم؟ اي تعرف لاباس؟ الحمد لله. شنو احوالكم؟ شنو احوالكم؟ انت لاباس؟ وانت لاباس؟ ما شنو جمعكم الكل؟ الحمد لله. هيا باش نخليكم ما نعيش ان شاء الله فرحتكم. يعيشك ان شاء الله عقبه حجه. عايش بنتي. هاي تفضلوا عم تحشوش. كيف كيف؟ هيا لما احنا احلى مماتك ياسر عسل. يعيش يعيش يعيش. عين خليكم هنا لحظه نرجع لكم. خذ راحتك عزيزتي. طيب اش تحكي وملا؟ انت شنو عندك جديد يا فايدة؟ هيك العادة. اما طلعت هيش؟ طلعت. شكون هي ترى؟ اكلي شعرها اكحل وطويل ولابسة سورية رقص وسروالها اكحل. كيفاش عرفتها وانت عمرك ما ديتها؟ ماني تنقرست منها. قلبي محمل هيشي بالكل. أي سيدي الأحمد تعرفت كنتها شكون في حكايتنا لليلة، على خاطر لوجت على أكثر واحدة ما حبتهاش، وبالفعل طلعت هيك هي الطفلة اللي ناوي ولدها يعرس بيها. باهي هو في الحقيقة الحكاية هذه ما تخرجش على الإطار اللي حكيت لكم عليه الساعة، واللي ديما يتقدم فيه الصراع بين الحما والكنة على أساس أنه الأحمد هي اللي متسببة فيه وهي سبب المشاكل وأصل البلاء والعلة، في حين أنه هذا الكلام غلط جملة وتفصيلة. لأنه أول حاجة مش ديما علاقة الحما بكنتها هي علاقة صراع على الراجل أو المواقع أو النفوذ، وقداش من عائلات فيها العلاقات الطبيعية وطيبة بين الناس الكل، ونلقاو بالفعل مرت الولد اللي تعتبر حماتها في مقام ولدها، ونلقاو زادة الحمات اللي تعتبر كنتها في مقام بنتها، وهذا موجود ونعيشوه أما قليل شكون يحكي عليه. ثاني حاجة وهذا الأهم في حديثي لليلة، إنه مفتاح الصحيح لحل الأزمات اللي يمكن تصير لا هو بيد الأم ولا هو بيد الزوجة، وإنما بيد الزوج بالأساس،
اللي بحكم شخصيته وتربيته والمعرفة متاعو ينجح في فرض روحه في العلاقة بين أمه ومرته، بحيث كل واحدة تاخو حقها ويعيش هو في باله مرتاح ومتهني، وإلا يكون إنسان ضعيف ومهزوز ويتعب من هالصراع اللي قام بين مرته وأمه بسبب قلة خبرته وقلة وعيه. الشيء اللي يخليه في أغلب الأحيان إنه يمشي الأبغض الحلال عند الله وهو الطلاق. وأنا هنا نقول كلمة صغيرة في النهاية الهزوز متزاحمين على قلب الراجل أمه ومرته، بالله يسيسوا عليه شوية، وماذا بينا كل واحدة تخمم شوية لو كان جات في بلاصة الأخرى شنو هو كانت تحس وشنو هو كانت تعمل. وللحمات نقولوا ما تنساش روحك كي كنت كنا، وماذا بيك اللي ما عجبكش من حماتك قبل ما تعملوش مع كنتك. وللكنا نقولوا ما تنساش اللي انت ماشي تولي حمات نهار آخر، وماذا بيك تخمم من تو كيفاش ماشي تفكر وتتصرف وكيفاش ماشي يكون موقفك نهار آخر من ولدك ومرته. وقيس عليه علاقتك مع حماتك توا تلقى انه ثم برشا مشاكل وتفاهات ومعتقدات ما يسحقش الواحد اصلا يتلفت لها في علاقة الكنة بحماتها. ونختموا بطبيعة كلمتنا للراجل اللي لازم يعرف كيفاش يتصرف وشنو هو يتكلم قدام مرته وقدام امه، وما ينساش اللي امه هي قبل الناس الكل، يواسيها ويصبر عليها ويعطي زاد حقوق مرته وما يقصرش معها والا يبدا يعاير فيها. ومخ الهدره راهو ما ثماش سعاده في الدنيا هذه قد سعاده الانسان في داره، وما ثماش شقاء قد شقاه مع اهله. وهذاك علاش اللي يكون سعيد وفرحان في داره يكون سعيد بين الناس، واذا كان في داره عيشته سلاطه ومنخصه يعيش بين الناس فادد وما عنده حتى طرف وسعبال في التعامل معاهم. يا سيدي ربي يهدي كل حما وكلنا باش يخليه هيك الراجل اللي بيناتهم فرحان وبحياته يتهنى. حديثنا قياس وفال الليلة، نتلاقاو غدوة الليلة إن شاء الله في حلقة أخرى وحكاية جديدة. صباح الخير وليلتكم زينة.